أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب. تلقن القوات المشتركة والحكومية ورجال القبائل وكل الأبطال يلقنون الميليشيا الحوثية دروسا قاسية في مختلف الجبهات، ما يدل دلالة واضحة على عدم رضوخ أبناء الشعب اليمني للظلم والكهنوت مرة أخرى. وليس أدل على ذلك غير فرحة المواطنين الذين ما إن تتحرر مديرية أو منطقة كانت ترزح تحت ظلم الميليشيا حتى تغمرهم السعادة والاطمئنان. آخر مستجدات وتطورات جبهات مأرب والساحل الغربي محورنا الأول من هذه الحلقة. وفي المحور الثاني من هذه الحلقة سنتناول ما تقوم به الميليشيا الحوثية من الزج بالأطفال وقودا لمعاركها العبثية في كل الجبهات. ولا تأبى الميليشيا الحوثية تقوم بتجنيد الأطفال ويعني في تعد لكل المواثيق الدولية وتزج بهم في حروبها في كل الجبهات، وأيضا تستغل الحالة المادية لبعض الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية. والخطورة هنا فيما في الجيل الناشئ والجيل الصاعد، يعني منذ سيطرة الميليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء لنا أن نتخيل وللمشاهدين الأعزاء الأطفال الذين كانوا في سن الطفولة والآن أعمارهم قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وهذا الجيل قد يعني الميليشيا الحوثية قد غسلت أدمغة معظمهم. وهنا الخطورة، سنتحدث في المحور الثاني من هذه الحلقة عن التسرب من المدارس واستغلال الميليشيا الحوثية للأطفال وقودا لحربها العبثية. وعقب هذا الفاصل سننتقل إلى المحور الأول من هذه الحلقة. عبد العالم دحلان مراسلنا في مأرب والجوف، مرحبا بك عبد العالم، ما آخر المستجدات في جبهات مأرب؟ اهلا. تدفع الميليشيات يعني باستمرار عناصرها باتجاه محافظة مأرب الجنوبية بالذات، محاولة منها احراز اي تقدم او اختراق قد تحصل عليه اثر هذه المعارك التي عادة ما تنتهي بفشل ذريع وتنتهي بسقوط عدد كبير من مقاتليهم ومن آليتهم العسكرية. يعني قبل يوم فحاولت الميليشيات أن تشن عملية هجومية في جبال العريف وكذلك أيضا بجبهة العمود، تلقت ضربات موجعة من القبائل والقوات الحكومية لهم بالمرصاد دوما وتنصت مستمر. أيضا لا ننسى طيران الجو هو أيضا مشارك بشكل فعال، وهناك يستهدف يوميا تجمعات للميليشيات وأيضا أي تحركات ملفتة هم في الجبهات الجنوبية. ميليشيات الحوثية يعني كثيرا ما تفتح جبهتها في ميمنة الجبهة في جبهة ذنا، وأيضا روضة جهمة تحاول أن تنفذ عملياتها عمليات مستمرة، إلا أنها عادة ما تنتهي بخسران كبير. منذ أكثر من 3 أسابيع وميليشيات الحوثية لم تحقق أي اختراق أو حتى تقدم في هذه المناطق. تحدثت عبد العالم عن جبهة دنا، المعارك على أشدها في أي جبهة بالضبط يعني حاليا؟ نعم، هي جبهة دنا وكذلك أيضا روضة جهم، هؤلاء الجبهتين هي متقاربة جدا، هم في يوغان في ميمنة الجبهة محاذية إلى جبهة العمود، وهي أيضا هي عبارة عن سلسلة جبلية ممتدة كبيرا إلى منسح السد حتى جبهة العمود وقرى وقرية العمود. في هذه الأماكن تنفذ ميليشيات الحوثي أكثر من هجمة وتدفع بأكثر من نصب في هذه الأماكن، بغية الوصول إلى البلق القبلي أو يمكن الوصول إلى أحد نقاط الأمن، لكن كل هذه المحاولات لم تغطي لهم شيء سوى المزيد من القتلى. يعني تدفع أكثر من 6 أنساق متتالية تحاول ولو تحدث اختراق في هذه المواقع. أبناء القبائل هنا متمركزين أكثر تمركزا، وهنا يمكن أن نقول أن معركتهم حاليا هي استنزاف للعناصر الحوثية، ولم يعني تشن عملية تحريرية أو عملية هجومية جديدة. يمكن أن نتوقع أن الأيام القادمة ستكون يعني قد تقلب موازين المعارك وقد تغيرها لصالحهم إذا ما تحركت. نعم، هنالك يعني حديث أيضا عبد العالم عن ترتيب إعادة ترتيب الصفوف والانطلاق نحو الهجوم. طيب عبد العالم، في اتجاه آخر يعني هنالك
رسائل من الأبطال في الميدان عن أن الميليشيات تزج بأعداد كبيرة وتتركهم في الشعاب والوديان بعد أن يعني مع الأسف لا تأبه لحال هؤلاء الذين تزج بهم. يعني هل هنالك حديث عن تدخل للمنظمات الدولية، تدخل ل يعني المنظمات المعنية، وأيضا ما هي يعني انطباعات وردود فعل المواطنين إزاء كل هذه الأعداد التي تزج بها الميليشيا ولا تأبه لحالهم؟ طبعا نعم، الميليشيات تحاول أن تحشد أكبر قدر من أبناء القبائل أو أيضا من المدنيين المتواجدين في مناطق سيطرتها إلى هذه الجبهات، لا ليس لهم أي خبرات عسكرية، تدفع بهم بشكل هستيري في هذه الجبهات وبشكل مباشر وجنوني، بغية أن تحدث أي تقدم في هذه الأماكن. بعض الأسر التي يعني استطاع أبطال الجيش أسرهم في هذه الجبهات يتحدثون بأن الميليشيات يعني يوقفون خلف المدارس، إما أن يتقدموا ويقاتلوا أو يصفون في هذه المواقع، لا خير لهم في هذه الأماكن سوى المواجهة. هو بعضهم من يسلم نفسه وبعضهم من يعني يلقى حتفه في هذه المعارك. أيضا من ضمن الحديث الذي تحدثوا فيه، فهناك إذا سقط من أبرز قياداتهم يدفع بأنفاق كبيرة لسحب قطعة أو قطعتين من مقاتليهم، فيما يروح الكثير من القتلى من الآخرين دون الاكتراث إلى أي إليهم تماما. هناك أيضا بعض الأطفال يتواجدون في جبهات بالذات مؤخرا في الجبهات الجنوبية، ميليشيات الحوثي تحشد الكثير من الأطفال وبعضهم كان أسر قد أسر في المعارك. طبعا المواطنين واتجاه المعارك هم يدركون تماما بأن الجيش صامت صمد ويستسلم بشكل كبير جدا، لا يعني أن الجيش لم يشن عملية طيب. هجومية وأنه بمرحلة نعم عبد العالم إلى أن يجهز الاتصال بمراسلنا في الساحل الغربي. عبد العالم، يعني هنالك أيضا يعني عدة تفاصيل إنسانية ومؤلمة حقيقة تظهر في حال الحروب، حدثنا أكثر عن التفاصيل الإنسانية، عن موضوع النازحين، يعني مأرب فيها نازحين من كل المديريات وأيضا من خارج مديريات مأرب من السابق، يعني حدثنا أكثر عن هذه التفاصيل، وحدثنا عن حال الطلاب، يعني هنالك طلاب في مديريات لم يستطيعوا الوصول إلى دراستهم وإلى مراحلهم الدراسية خصوصا في الجامعة، أيضا عن حال المواطنين بشكل عام. نعم، يعني خاصة في منطقة دنا وكذلك أيضا روضة جهن، كان هذه المنطقة يعني تحتوي مئات الآلاف من الأسر في هذه الأماكن، نزحوا أيضا هذه من مناطق أخرى، نزحوا من سرواح ونزحوا من رغوان ومناطق المحافظات الأخرى حتى من الجوف وصلوا إلى هذه الأماكن. كان هناك مخيمات كبيرة وهناك أيضا بعض المنازل تم استيطانها في هذه الأماكن، ومؤخرا كانت هناك يعني مشروع كبير لدولة الكويت بنات في هذه المناطق وتركت كل هذا، واستهدفتها أيضا من ميليشيات الحوثي، استهدفت هذه المناطق ووجدنا بعض المناطق قد هدمت وتأثرت، استهدفتها الميليشيات والمواطنين المتواجدين في هذه الأماكن منهم كان جرحى، وضعهم طبعا مأساوي جدا، نزحوا إلى مناطق مفتوحة ومناطق صحراوية، تدخلات الإنسانية هي ضئيلة جدا، لا تعول بأن تكون هناك يعني أن تكون لهم استمرارية طيلة الأشهر. بعض الأسر ليس لهم دخل وباعوا كل شيء وبقوا يعني في العراء، لا يجدون أي من الدعم. نسبة الأسر المتواجدة يعني تصل إلى الآلاف في الآن، مؤخرا أعلنت السلطات المحلية أكثر من 5 مخيمات إضافية يعني نتيجة إضافة إلى المخيمات المتواجدة، وهو ما يشكل، وأيضا حذرت بأن المخيمات تعيش حالة من المجاعة وحالة من الوضع المأساوي شديد، خاصة مع الأجواء الصيفية الآن الداخلة وأجواء البرد، لا يوجد للنازحين شيء، هم استطاعوا أن يفروا بجلودهم فقط، لا يحملون أي من الأمتعة. بعض الوسائر وخلال زيارتنا إلى أحد المخيمات في مخيمات النقيعة في مديرية الوادي، يعني مأساوي جدا، في طرحوا أدواتهم في الصحراء وليس لديهم أي شيء،
لا خيام لا غذاء لا ماء، قرابة يومين وحالهم يتدارى. يعني لا توجد حتى في ذاك تدخلات عاجلة من المنظمات لإغاثتهم ولو بعض الشيء. معظم الأطفال في هذه المناطق تركوا التعليم تماما وبقوا الآن من دون تعليم، لا توجد مدارس. المدارس المتواجدة في محافظة مأرب هي ممتلئة جدا، وهناك ضغط كبير جدا على هذه الأماكن، لا يوجد مدرسين، لا توجد مناهج، نتيجة التزايد الكبير للطلاب. فمعظم مخيمات النقيعة والنسيمية لا يوجد بها تعليم بتاتا إلى الآن. هناك يعني تدخلات بسيطة جدا احتواء لوضعهم يعني المعيشي فقط، وليس هناك كجانب صحي يعني. نعم نعم عبد العالم دحيان، سأنتقل بهذا يعني عطفا على آخر كلامك إلى المحور الثاني. لم يتم تجهيز، يبدو أنه لم يتسنى لنا الاتصال بمراسلنا في الساحل الغربي للإطلاع على آخر المستجدات هناك. لا بأس، سننتقل إلى المحور الثاني من هذه الحلقة عقب هذا الفاصل. نعم، إذن في هذا المحور سنتحدث عن الزج بالأطفال في الجبهات القتالية من قبل الميليشيا الحوثية، واستغلال الميليشيا الحوثية للعوز لأسر هذه يعني هؤلاء الأطفال، وأيضا يعني عدم لا تأبى هذه الميليشيا لحال الأطفال الذين تزج بهم. الأستاذ خالد الأشبط معنا عبر الهاتف. أستاذ خالد مرحبا بك. أستاذ خالد، أستاذ خالد يعني تحدث المراسل عن ما سنتحدث به في آخر كلامه، عن ما سنتحدث به في هذا المحور، يعني تحدث عن يعني عدم توفر مقاعد دراسية للأغلب خصوصا النازحين في محافظة مأرب، ويعني وصل حال العملية التعليمية إلى حال يرثى له، أيضا لا مدارس لا مدرسين لا مناهج. اليوم سنتحدث في هذا المحور عن التجنيد من قبل الميليشيا الحوثية لهذا الكم الكبير من الأطفال وتسرب الأطفال من المدارس. تفضل. شكرا لك أخي العزيز. بداية لابد أن أذكر ملاحظة صغيرة بالنسبة للمحور الأول. للأسف الشديد طبعا أنه المسؤولية في البداية تقع على عاتق الأخوة، إدارة المخيمات والتي تستقبل النازحين، يعني أنها تختار أماكن أحيانا غير مناسبة وبعيدة عن متطلبات الناس، لا سواء الخدمية أو العملية التعليمية. وهذا الإشكالية التي يعاني منها النازحين وأبنائهم الذي يخرجوا من المدارس سواء في الفصل الأول أو بالشهر الأول أو بالشهر الثاني. مقترحك للحلول يا أستاذ؟ عملية التجنيد أخي العزيز، قبل أن ننتقل إلى هذا، مقترحك للحلول؟ من المفروض أنه الحلول المفروض على إدارة المخيمات أن تختار الأماكن للنازحين حتى لو وجدت أن هذه المجموعة وصلت إلى مكان معين وهي بعيدة عن الخدمات التي ممكن تقديمها لها، يتم نقلهم إلى أماكن أقرب تكون قريبة من المستشفيات، المستوصف، المدرسة، حتى ولو بمسافة يعني إلى حد ما. لكن عندما تطرحهم في العباء بدون ما تقدم لهم الخدمات هذه ولا عندك الإمكانية لتقديم هذه الخدمات، هذا تضيف إلى معاناتهم معاناة أخرى وهي عدم حصولهم على متطلبات الحياة، وأيضا عدم حصول أبنائهم على حقهم في التعليم أو في الصحة. للأسف الشديد إدارة المخيمات بعيدة عن هذا الشيء وتعاملها مع المنظمات يعني بعيد عن متطلبات
النازحين الذي يعانوا من النزوع وظروفهم صعبة ويحتاجوا من يلملم جراحهم، مش من يضيف إلى جرحهم جرح آخر، أنهم يعانوا أن أبنائهم لا يوصلوا إلى مدارس، وأنهم لا يستطيعوا أن ينقلوا أبنائهم إلى مستشفيات، وأنهم لا يلقوا حتى المياه. يعني أنا أقبلهم أن يطرحوا بالصحراء، من المفروض أنا إدارة مخيمات علي أن أنقلهم إلى أماكن قريبة من هذا الخدمات. نعم، بالنسبة يا أخي العزيز لتجنيد الأطفال، عملية التجنيد وما تقوم به هذه الجماعة، نحن نعرف هذه الجماعة استغلت العملية التعليمية برمتها من بداية دخولها إلى المحافظات التي تسيطر عليها ودخولها إلى صنعاء، وهي كلها هاتف تسيطر على وزارة التربية والتعليم، معروف تعييناتها وسيطرتها على مكاتب التربية والإدارات التربوية في المديريات والإدارات التربوية في المراكز والمحافظات، من أجل الهدف هذا، وهو عملية كيف تحصل على الطفل، لأن هذا الجماعة تركز على السن الصغير الذي بالإمكان التأثير عليه، وهو من سن الثاني عشر إلى سن الخامسة عشر. هذا السن يستقبل هذا الطفل ما يوجه إليه ويتأثر بشكل سريع، وهذه الجماعات لديها خبرة في هذا المجال، ولذلك تركز على هذا السن، لا يهمها الكبير ولا يهمها الأصغر، يهمها السن من الثاني عشر إلى السن الخامسة عشر. نعم. هذه الجماعة أيضا تقوم بعملية الإعداد للدورات التدريبية والمراكز الصيفية من أجل أيضا عملية التجنيد والتأثير على أبنائنا الطلاب، أيضا تضيق على الآباء والأمهات في معيشتهم حتى يوجهوا أبنائهم الصغار لكي يساعدوهم في أن تستمر الأسرة في العيش بمقابل الوجبة أو بمقابل السلة الغذائية أو بمقابل الدفع الغاز. لذلك هذه الجماعة اتخذت عدة عوامل في عملية التجنيد، عملية طيب. ترهيب وعملية ترغيب. طيب كيف تنظر أيضا أستاذ خالد؟ أننا كيف أعطي الطفل هذا شيء مقابل يتحرك؟ نعم، سأعود إليك أستاذ خالد. يضم معنا الأستاذ عصام الشاعر، مرحبا بك أستاذ عصام. شيخ العزيز. نعم أستاذ خالد، يعني ما خطورة يعني تقادم السنوات؟ يعني نحن الشاعري أستاذ عصام الشاعري. نعم أستاذ عصام، مرحبا بك مجددا. نعم. ما خطورة، كنت سألتك أستاذ عصام، ما خطورة يعني تقادم السنوات في ظل سيطرة الميليشيا الحوثية يعني على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والعمل الدؤوب من قبل هذه الميليشيا على تعبئة الأطفال؟ شكرا جزيلا لك وشكرا لقناة اليمن اليوم لاستضافتنا وتوضيح الصورة على موضوع وملف مهم جدا يعني بالأطفال. أخي العزيز، خطورة الملف أن ميليشيات الحوثي تتنوع أساليب عمليات تجنيد الأطفال والتعبئة الخاصة بعمليات التجنيد، فقد شرعت هذه الميليشيات إلى عمل خطب للتجنيد داخل المدارس وداخل المرافق التعليمية، وكذلك تقوم بعمليات استقلال الوضع الاقتصادي الهش و يعني عدم قدرات الأسر على تحمل النفقات، وبزج الأطفال إلى ساحات القتال وإلى الصفوف الأمانية. طبعا هذه الجريمة التي تمارسها ميليشيات الحوثي تندرج ضمن جرائم الحرب وفق لنظام روما الأساسي، وكذلك للبروتوكولات والخاصة بمنع تجنيد الأطفال. كل هذه الممارسات التي خلفتها ميليشيات الحوثي زادت نسبة تجنيد الأطفال خلال عام 2021 إلى أكثر من 10 أضعاف عام 2015، وبالتالي أصبح المشاهد يرى عمليات التعبئة بشكل كبير، ووصلت أعداد الأطفال المجندين إلى آلاف بل إلى عشرات الآلاف من الأطفال، وربما تجاوز العدد 30,000 طفل في صفوف هذه الميليشيات ما زالوا يؤدون عمليات قتالية. نعم، يبقى معي أستاذ عصام.
إذا سمحت أستاذ خالد، يعني الميليشيا الحوثية تحاول جاهدة السيطرة على أكبر رقعة جغرافية وخصوصا المناطق الممتلئة بالكثافة السكانية. رأيت أستاذ خالد ورأى المشاهد العزيز خلال الأيام الفائتة انتصارات للقوات المشتركة وتحرير للمناطق، ولا هدف للقوات المشتركة والأبطال إلا استتباب الأمن وعودة الطلاب إلى مدارسهم، على عكس ما تقوم به الميليشيا الحوثية. وأهداف هذه الميليشيا الحوثية من يعني جعل الطلاب يتسربون من مدارسهم والتضييق على أسرهم وما إلى ذلك. كيف تنظر إلى هذه الفروق؟ طبعا في البند المعروف، لان هذه الميليشيات شعارها هو الموت، شعارها هو التدمير، شعارها هو الخراب، شعارها تضييق حال المواطن وقطع معيشته. بينما القوات المشتركه التي تسعى الى تطبيع الحياه وتنميه الاماكن التي يتم تحريرها، إعادة تأهيل المدارس، أنت بالأمس بتشاهد كيف يتم نزع الألقام من مدارس ومن جوامع تركتها هذه الميليشيات. يعني أنت لما تطرح هذا الفرد تطرح الفرد ما بين الحياة والموت، أنت يد تمد يدها للناس من أجل أن يعيشوا، من لأبنائها من أجل أن تعاد حقوقهم التي انتزعتها هذه الميليشيات. وهذه الميليشيات دورها هي في الاتجاه الاخر هو كيف او سيطر على هؤلاء الصفات من اجل ان ازج بهم الى معركه لا يهمها سنهم ولا يهمها ايضا انهم من ابناء هذا الوطن، يهمها كيف تحقق هدفها وتوجيه وما وجهت به من قبل اسيادها. لا يهمها هذا الطفل اليمني الذي نرى فيه الامل ونرى فيه الحياه، يهمها هي كيف تسيطر، يهمها كيف تحكم من اجل تحقق هدف هذه الدوله التي هي تابعه لها، يهمها ايضا كيف ان تستعبد الناس. بينما هذه القوات التي تسعى للتحرير وتسعى لاعاده الحياه لابناء الوطن، يهمها بعد تحرير أي منطقة كيف تعيد المدرسة، تعيد المستشفى، تصلح الطريق، تساعد المزارع أن يرجع إلى مزرعته. يعني هذا فرق كبير. نعم، كان لكم أيضا نزول ميداني أستاذ خالد. أستاذ خالد، للناس أن يموتوا. كان لكم مع الأبطال نزول ميداني إلى المديريات التي تم تحريرها، يعني حدثنا عن الجانب التعليمي. يعني إحدى المدارس كانت مفخخة، الإدارة المدرسية وكل المناطق وكل الأماكن والفصول الدراسية كانت مليئة بالمتفجرات. كيف كان حال العملية التعليمية في ظل سيطرة الميليشيا الحوثية، وكيف يتحدثون المواطنون عن ذلك؟ سنعاود الاتصال بك أستاذ خالد. نعم أستاذ عصام، يعني إذن كما تحدثت أنت، استغلال الميليشيا لوضع الأسر المادي والزج بالأطفال بهذه الأعداد الكبيرة في الجبهات القتالية يعتبر من الجرائم وجرائم الحرب. أيضا ما تقوم به من تفخيخ لعقول الطلاب وللمناهج التعليمية، بل وحتى يعني المدارس. يعني هنالك إحدى المدارس وجدت مليئة بالألغام والمتفجرات. يعني إذا كيف يمكن معاقبة هذه الميليشيا طالما وهي جرائم حرب؟ طبعا هناك كثير من القرارات الدولية التي اتخذت بحق ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي على قائمة ألف وباء من قوائم العار التي بثتها الأمم المتحدة والتي رفعها تقرير الأمين العام الأخير، حيث تم إدراج هذه الميليشيا جنبا إلى جنب مع داعش والقاعدة بالنسبة لعمليات تجنيد الأطفال. هناك أتوقع أن هناك عدد من قادة الميليشيات يتم إجراء فيهم عقوبات وفق القرار 2140 الخاص بمجلس الخاص باليمن، وبالتالي نرى بأن هناك تطورات كبيرة ستشهدها خلال الأيام القادمة بإدراج قادة هذه الميليشيات في قائمات
في قائمة العقوبات الدولية. طبعا نحن نرى بأن خصوصا في مناطق الحديدة بلغنا خلال الأيام القادمة بأن هناك عمليات زج بالأطفال بشكل إجباري وزجهم في الصفوف الأمامية للقتال، وبلغنا بأن أحد ميليشيات الحوثي قام يعني بمعية عدد من المشردين بمداهمة عدد من القرى واختطاف الأطفال، ومن يرفض من الآباء يتم زجه في سجون سرية في الحديدة. الوضع أصبح خطير جدا للغاية في مناطق سيطرة الميليشيات في خصوص الأطفال. نحن عبركم وعبر هذه القناة ندعو إلى الضغط على الميليشيات بالكف على مداهمة القرى واعتقال الأطفال. البلاغات التي وصلتنا خلال هذا الأسبوع كانت كارثية جدا في مناطق الحديدة. هناك خوف كبير على الأطفال، وهناك عمليات نزوح للعائلات باتجاه المناطق المحررة خوفا من زج أطفالهم في معارك. في مثل هكذا حالة يعني ألا يفترض أن تكون هنالك تدخلات عاجلة، يعني تدخلات من قبل الجهات المعنية، المنظمات الدولية، أم ماذا؟ نحن نسعى مع الأمم المتحدة، وقد وقعنا اتفاقية لعملية يعني تسريح الأطفال والأطفال المجندين الذي يتم التحفظ عليهم في مناطق القتال، يتم إعادة تأهيلهم وكذلك محاولة أخذ الضمانات بعدم زجهم مرات أخرى للجبهات. لكن نحن نخشى بأن هؤلاء الأطفال التي يتم حتى يتم تأهيلهم وإعادة تأهيلهم يتم دفنهم مرات أخرى في هذه في صفوف العمليات القتالية. وبالتالي أرى بأن يجب أن يكون هناك يعني تدخل دولي لحماية الأطفال في مناطق سيطرة هذه الميليشيات، وتفعيل دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الجانب، لأن هناك خطورة كبيرة. خلال هذا الأيام القليلة الماضية كانت المؤشرات خطيرة جدا في عمليات زج الأطفال إلى الصفوف الأمامية، ومثل ما ذكرت لك بأن مناطق الحديدة وهي الأكثر عمليات تجنيد إجباري للأطفال، ثم تلوها مناطق دمار وكذلك مناطق صعدة وعمران. هذه العمليات وحتى صنعاء في الآونة الأخيرة تم زج الأطفال إلى المعارك، وبالتالي هناك لم تسلم لا دور الأيتام ولا مناطق المدارس التعليمية ولا المرافق التعليمية من عمليات التجنيد بشكل واضح وعلني. نعم هذا من خلال تشييع قتلاهم وتشييع القتل الأطفال وعمل الصور في الساحات تمتلئ العاصمة صنعاء بصور الأطفال الذين قتلوا في هذه المعارك. هناك أطفال يعانوا حاليا من حالات نفسية، وهناك أطفال يعانوا من إصابات وإعاقات دائمة. هذه الميليشيا لا تعترف لا بالاتفاقيات الدولية ولا بالنداءات الدولية، وللأسف الشديد أخي العزيز هناك مداهنة لهذه الميليشيات ومحاولات تلميعها، بينما هي يعني لا تختلف كثيرا على الجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش، بل أصبحت أكبر خطرا ولا تماثلها أي جهة أو جماعة إرهابية بحجم الاعتداءات التي تطال الأطفال والمدنيين والسكان. هذه الميليشيا أصبحت يجب على المجتمع الدولي أن يصنفها كجماعة إرهابية ويلزمها على إعادة سحب السلاح من المدن وتطبيق القرارات الدولية الخاصة باليمن. نعم يبقى معي أستاذ عصام إذا سمحت. أستاذ خالد مرحبا بك مجددا. أستاذ خالد. ألو. نعم أستاذ خالد مرحبا أيوة. بك مجددا أستاذ خالد. أستاذ خالد بالنسبة لل أيوة معك. نعم أستاذ خالد كنت سألتك سؤال يعني عن كيف كان حال العملية التعليمية في ظل تلغيم حتى المدارس، وكيف يعني وجدتم يعني لسان حال المواطنين بعد ما تم تحرير المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيا؟ طبعا أخي العزيز أعداد المدارس التي تم تحريرها في مديرية حيث كان عدد كبير وحوالي 38 مدرسة،
عدد كبير جدا، لانها في اكثر من 16 مركز انتخابي. هذه المدارس كلها شبه معطله، كانت تستقبل فقط من اجل حقهم الدورات والمحاضرات، وايضا تستقبل الطلاب كيف يتم اصطيادهم وزجبهم الى المعارك. فققت بعض المدارس بعد خروج هذا، ومنها مدرسه ابو بكر الصديق، وكما ذكرت مدرسه كبيره عدد طلابها وهي في بين قريتين ما يقارب 600 طالب، اطفال من الاول الى الصف السابع. يعني تخيل هؤلاء الاطفال عندما تطرح لهم حجم المتفجرات هذا في المدرسه، يعني على اساس انه اول ما تبدا تفتح المدرسه تتفجر بهذا العدد وهذا الكم من ابنائنا الاطفال. الان القوات المشتركه تنظف جميع هذه المدارس وتحاول ترميمها واعاده تاهيلها، وعلى اساس عوده طلابها من بدايه الفصل الثاني، لان احنا الان في امتحانات الفصل الاول. ايضا تم حصر ما تحتاجه هذه المدارس من امكانيات، سواء من حيث الاثاث المدرسي او حتى القوى التعليميه، لكي يتم مساعده التربيه في اعاده تشغيل هذه المدارس واعاده ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات الى مدارسهم، لان الفتره السابقه بقيت هذه المدارس فقط من اجل كيف يتم الاستفاده من ناحيه توعويه بالنسبه لهذه الجماعه وكيف تغير من افكار ابنائنا الطلاب، او تستغلهم وترسلهم الى جبهاتها ومحارق الموت التي كانت تسعى اليها. يعني التطبيع قايم في هذه المناطق على قدم الوساد، بالذات من الناحيه التعليميه والصحه وفتح الطرقات التي حاولت هذه الجماعه قطعها وعمل استثارات بها، وايضا حاولت ايضا تلقيمها، لان لابد ان يرجع الطلاب الى بيئه امنه، مساحات المدارس ايضا تكون امنه من العبوات والالغام التي زرعتها. ما اهميه ايضا استاذ خالد، ما اهميه تكاتف الجهود لازاله الاثار النفسيه لدى الطلاب بالذات؟ يعني تحدث ضيفي الاستاذ عصام عن يعني وجود اثار نفسيه عالقه في اذهان من هم في مناطق سيطره الميليشيا الحوثيه وفق تقارير، يعني الان كيف نضمن يعني ازاله كل الاثار النفسيه العالقه في اذهان خصوصا الطلاب واعادتهم الى مسار الحياه الطبيعيه؟ طبعا اخي العزيز، الظروف النفسيه التي مر بها ابنائنا الطلاب في هذه المناطق ظروف قاسيه وكانت صعبه، فهذا تحتاج الى جهد كبير من كل الجهات. لا نعتمد فقط على المنظمات الدوليه، وانما على ايضا الجهات المحليه والسلطه المحليه ان تقوم بواجبها، وعلى خطباء الجوامع ان يقوموا ايضا بواجبهم، بحيث يحس هؤلاء ابنائنا الطلاب والطالبات بان الحياه عادت اليهم. وايضا ناحيه نفسيه، كيف يشعر ببعد هذه المعاناه التي عاناها وانها انتهت والى غير رجعه. الناحيه النفسيه هذه تحتاج لها الى وقت طويل، لان الاطفال مرت عليهم سنوات كثيره، تحتاج من الكل ان يبذل جهوده، ايضا تحتاج من المنظمات المتخصصه في هذا الشان، بالذات المنظمات الدوليه وعلى راسها اليونسيف اذا كانت صادقه، ان تقوم بدورها نحو ابنائنا الطلاب والصغار الذي عانوا فترات سيطره الجماعه الحوثيه على هذه المناطق.
طبعا وكل المناطق وكلنا بدأت منطقة يعني لابد أن تتكاثف الجهود لمواجهة مثل هذا المعاناة التي ارتبطت بالطلاب والطالبات فترة سيطرة هذه الجماعة. وكلما حررت منطقة لابد أن يصاحبها عملية التوعية وعملية أيضا إعادة الثقة لأبنائنا الطلاب والطالبات، وأيضا لابد من تطبيع الحياة يحسوا ويطرطوا الخوف الذي مر عليهم وأيضا الترهيب الذي مارسته هذه الجماعة عليهم وعلى آبائهم. يعني لا ليس الصغير فقط وإنما الآباء والأمهات تعرضوا لانتهاكات عديدة بسبب أسلوب وصلت هذه الجماعة وأيضا جمعها الشديد للآباء والأمهات وللأبناء. نعم، الأستاذ خالد الأشبط رئيس المجلس التربوي، شكرا جزيلا لك أستاذ عصام. وهو سؤالي الأخير لك، يعني سمع الضيف قبل قليل وفي إحدى المديريات استغلت الميليشيا الحوثية منذ سيطرتها على هذه المديرية كل المدارس، ويعني لم يكن لها من هذه المدارس إلا أن فخختها واستخدمتها لأغراضها ولأهدافها. يعني المناطق الخاضعة لسيطرتها وكل المحافظة المتبقية تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، يعني كيف يتم التعامل مع هذه العمليات التعليمية؟ ولماذا لا يتم الضغط على الميليشيا الحوثية لتحييد العملية التعليمية عن الصراعات؟ شكرا جزيلا لك أخي العزيز. أنا أعطيك مفارقة بين الحكومة ومناطق التي تحت سيطرة الحكومة والمناطق التي لا زالت تحتلها ميليشيات الحوثي. أخي العزيز، الحكومة وقعت على اتفاقية مع الأمم المتحدة، وهذه الاتفاقية تختص في عمليات إعادة تأهيل الأطفال وتسريحهم والكف عن استخدام الأطفال في المعارك أو ما شابه ذلك. وبالتالي وقعت على اتفاقية مع الأمم المتحدة عن المدارس الآمنة، بينما نلاحظ بأن هذه الميليشيات تفتخر بعمليات تجنيد الأطفال و يعني خطب التي تعملها داخل وتنفذها داخل المدارس والمرافق التعليمية، وحتى تفتخر بقتل الأطفال داخل هذه المعارك. هنا يعطي النظرة والمفارقة والاختلاف بين ميليشيا إرهابية تقوم بعمليات دق للأطفال في العمليات القتالية، وبين دولة تحترم الاتفاقيات والموقعة عليها بلادنا. يعني نحن ندعو كذلك المنظمات الدولية إلى فتح مساحات آمنة للأطفال المتضررين، خاصة مثل ما ذكر ضيفك العزيز الأخ خالد، يجب أن يكون هناك مساحات آمنة مستدامة وليست مؤقتة للأطفال في هذه المديرية وفي غيرها من المديريات التي تعرضت لعمليات تجنيد للأطفال وعمليات قصف للمنازل للمواطنين في ذلك المناطق وعمليات تهجير ومعاناة لهؤلاء الأطفال. هنا أريد أن ألفت انتباه المنظمات الدولية بأن المساحات المؤقتة لا تعطي نفعا كبيرا وإنما مؤقت، وبالتالي يجب أن تكون هناك مساحات كالحدائق، الألعاب، الأماكن التربية وكذلك أماكن التعليمية يجب أن تكون فيها هذه يعني مثل هذه المساحات. الضغط الدولي كبير على هذه الميليشيات، والضغط الدولي لا يتوقف. ميليشيات الحوثي هي في قائمة العار معها، هي والمنظمات الإرهابية داعش والقاعدة هي على أعلى مستوى من قائمة العار، وبالتالي لا أدري كيف يفسر أو كيف ينظر إليها قادة الميليشيات والمدعو عبد الملك الحوثي الذي يصنف جماعته كجماعة إرهابية في قائمة العار في عملية تجنيد الأطفال. يجب أن يكون هناك قرار واضح بالتأهيل وسرعة تسريح الأطفال المجندين من صفوف هذه الميليشيات. نعم. يجب أن يكون هناك ضغط دولي. أريد أن أوضح نقطة أخرى، لا تفاوض مع هذه الميليشيات في ظل استمرار عملية تجنيد الأطفال. يجب أن يوضع المبعوث الأممي في قائمة أولوياته عمليات إعادة تأهيل الأطفال وتسريحهم من الجبهات القتال ونزع الألقام
من قبل هذه التي زرعتها الميليشيات في مناطق سيطرتها والتي انسحبت منها. نعم. يجب أن تكون القضايا الإنسانية الخاصة بالأطفال في مقدمة أي تفاوض سياسي لحماية أبنائنا وأطفالنا من هذه من سياسة هذه الميليشيا، والتي اعترفها المجتمع الدولي بأن ميليشيات الحوثي هي من تقوم بعمليات التجنيد الكبير لهذا الأطفال. نعم أستاذ عصام الشاعري مدير عام المنظمات والتقارير الدولية، شكرا جزيلا لك، الشكر لكل ضيوفي في هذه الحلقة وللمشاهدين الأعزاء، في أمان الله.